اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. الجو شديد البروده، الجو برد جدا جدا جدا. خلينا بقى نعرف ايه اخبار البرد وهيفضل مستمر لحد امتى. منا يا حسام، الجو دلوقتي كمان بره بيمطر في القاهره. طب ايه، هنفضل بردانين لحد امتى؟ شويه كده طوبه لسه مكمل معانا. طيب الحمد لله. بس احنا بنحب البرد. انا بحب البرد. انا بس بحب البرد. مش ده البرد اللي كنا اتكلمنا عليه، بس مش ده اللي انا كنت يعني ما اتفقتش على كده. ده السخيع، ده مش البرد السخيع بالظبط، يعني تحت 10 درجات و7 و8 والحاجات اللي بتحصل في الفتره الاخيره. بنكسبلور برد جديد. يعني دي مرحله الوحش دي. صباح الخير على كل مشاهدينا انضموا لنا من جديد. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون الطقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء وبيوصل لحد الصقيع على وسط سيناء. النهاردة كمان هنلاقي أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، موجودة كمان بالفعل في أماكن مختلفة دلوقتي. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 15 والصغرى 7، الإسكندرية 15-10، مطروح 15-9، سيوة 15-3، بورسعيد 16-9، دمياط 15-9، الإسماعيلية 17-8، والسويس 17-7، العريش 17-9، طابة 13-10، كاترين 6 وتوصل بالليل لدرجة صفر أو التجمد، شرم الشيخ 19-12، الغردقة 20-12، الفيوم 16-3، بني سويف 16-3، والمنيا 16-4، أسيوط العظمى فيها 17 والصغرى 4، سوهاج 17-5، قنا 17-5، الأقصر 17-7، أسوان 17-7، الوادي الجديد 17-2، شلاتين 23-10، أما حلايب العظمى فيها 20 والصغرى 11. احنا كده استعرضنا بيان مبدئي بدرجات الحرارة. خلينا نرجع لحسام وجمانة نكمل باقي فقراتنا. اتفضل يا حسام. اتفضل يا جمانة. شكرا جزيلا يا من. عفوا.